يوسف أي سي نزار حاضر جاهز يلا هاي امشي امشي سيدي امشي تكرار سورة يوسف يا معين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص فيها بما أوحينا وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف ربك مش شكلين وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدي قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا بعد ما تسكن تشير بشفتين أصلها لا تأمنا على يوسف وإنا له لحافظون لناصحون عاد ركز قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا كسرة السين هيا أرسله معنا غدا يلعب ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون بارك الله فيك كيف شكرا زيدوا كروها مليح وراجعوها وثبتوا أكثر تفضل سيدي أي سيدي مرحبا يا أهلا وسهلا فلما ذهبوا به
وأجمعوا فوق للجيمين. مما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. امشي. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. نعم. وجاءت سيارة فأرسلوا سيارة فأخفي التنوين مع الغنة. وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشرطوا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صحيح. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. كافي، بارك الله فيك، شكرا. أخونا سليم تفضل. حمام عايز تفضل. واستبق الباب وقدت قميصه، خذ الميكرو من وراك نسير فيش. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. وألف يا سيدها لنا الباب. نعم. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين. نعم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يكفي يا شيخ.
زين تعبوك ما عادش تصلي بالعباد واليوم مطلوبين زاد. بارك الله فيك شكرا. آية سين الدين ها؟ أي سي صلى الله عليه وسلم أي يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. يوسف أعرضي عن هذا. يوسف رجعهم التاخر وكملتوا أنثتوا مرة واحدة ها؟ يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك واستغفري واستغفري لذنبك إنك كنت نزيد الشيخ نور الدين نزيد في الحروف مش موجود من الخاطئين هي عودة حتى تستقر عندك في النطق. يوسف يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك واستغفري يا سنور الدين واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صحيح. وقال نسوة في المدينة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. أي نعم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وقالت خرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبدنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ما قلت تعام ما ينفعش طعام طعام. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ما كان ويعقوب فينا واتبعت آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بارك الله فيك يا سنور الدين شكرا. فتح الله لك. أي سي عبد العزيز مرحبا.
هاي تفضل واصله فيك. يا صاحب السجن فلق للجين السجن. يا صاحب السجن أرباب متفرقون متفرقون خير أم الله الواحد القهار. سنة. ما تعبدون من وصف. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. إن الحكم إلا لله. نعم. خلق للجين سعبد الله. يا صاحب السجن أما أحدهما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي وأخر يابسات وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. كافي بارك الله فيك شكرا. أحسن تفضل يا أستاذ. يا مرحبا. ما شاء الله. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع. قال ارجع افتح الله. لأمارة
ربكم، غن الميم المشددة. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. كافي، بارك الله فيك يا أستاذ، شكرا. أخونا رفيقي تفضل. شكرا. أي نعم، مرحبا. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراقب عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيته جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. ولما دخلوا من حيث قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء
كيف؟ بارك الله فيك. أحسنت سيدي. أخونا عبد الحميد أبداً. ما شاء الله سلامة جيدة. يا مرحبا. أي سيدي واصل. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحمه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. نعم. كذلك بدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أب له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا قالوا بتفعل ما الطبيعي شيء. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. نعم. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. نعم. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن دمك سرق وقد شهدنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. كيف يا شيخ؟ بارك الله فيك. شكرا. الله يفتح عليك. صلى الله إليك. تفضل سيدي. ها جاهز من هناك. عليكم السلام. مرحبا. هنا. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف. صحيح. قالوا تالله تفتأ تبكو يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أي نعم. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.
فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرت الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. كيف يا شيخ؟ بارك الله فيك، أحسن الله إليك. أخونا لطفي تفضل. أيه مرحبا. فلما أتني بالأحكام وجهه بين الهاء الأولى والثانية مش ولي في الدنيا، ولي في الدنيا، ولي في أنت ولي في الدنيا. مد يا شيخ، ولي أنت ولي في الدنيا. مد، إي مدها اليوم بخير. أنت ولي في الدنيا، ولي في الدنيا، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ذلك من أنباء وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينظرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر من أجر وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين. كافي، بارك الله فيك، شكرا. كنا لطفي، بارك الله فيك. أي كنا لسع، مرحبا. ولي تتقرار يا كنا لطفي، مش ولي في الدنيا، ولي في الدنيا، رد بالك من هاي. هاي كمل آخر سورة. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم
هي إلى الله. عاود في عقلك كل هذه. كل هذه سبيلي. عاود. كل هذه سبيلي إلى الله. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله. سبيلي. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قلش أنا. قل أنا ومن اتبعني. أنا ومن اتبعني. أي عاود في عقلك. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سن. وما أنا من وسبحان الله. من المشركين. وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي يقرب قالوني ننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم الظالمين. مجرمين يا شيخ ركز. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وهدى وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يعملون يؤمنون على القرآن. عاود عاود ولكن تصديق الذي ركز صحيح. بارك الله فيك. شكرا. الله يبارك لك. نرجع. نعم. ها قل. تفضل انت يا رب حل الوقت. أسئلة. نجي من نشاء فننجي هكذا كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرسم القرآني هو التوقيفي. فننجي وفنجي من نشاء. فالنون الزائدة هي كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فهمتني لأنها توقيفية وفيها خلاف بين القراءات فهناك من يقرأها فننجي من نشاء وهناك من يقرأها فنجي من نشاء. اي نعم. اي سيدي انت وين وصلت التكرار؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم سورة طه. يلا قول. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا نعم. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم
عاش تقطع الآيات ويذهبان وكمل التقطيع ذيرا وكله بالسماع جراء بعض السماع من بعض المقرئين يقرأ ويعاود تقطيع للمعاني بالآيات تقرأ املئ الرئتين بالهواء واقرأ الآية كاملة. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يقيد إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. كيف هذاك الثمن يعطيك الصحة بارك الله فيك خونا محمد زهول حاضر الثمن اللي بعده هذا انت سورة طه طيب شكون مازال سي محمد تفضل اي زال عنا بعض الدقائق اي مرحبا يا اهلا وسهلا ثم اللي بعده اي قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات توكل على ربي نعم انا هي اول الصوره لا باش ترجع متولي ماكش حاضر فيها ثم هذا قالوا لن نؤثرك اي من توكل على ربي قالوا لن نؤثرك قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات جاءنا ممدودا على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا صحيح فقضي ما لا ما قلش فقضي فقضي ما انت قاض حياة الدنيا أفصح أي نعم إن خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير إنه من يأت مجرما ربه إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا جهنم فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأت مؤمنا ومن قد ليش وين ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي واضرب لهم طريقا في البحر طريقا في البحر يبس يبسا لا تخاف ولا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبع
فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم مش ما غشي أي رتبت سي محمد ما غشي مد صحيح وأضل فرعون قومه وما هدى شوي الميكروفون نعم يا بني إسرائيل فقد هوى صحيح ومن يحلل عاود مرة ثانية يحلل عليه غضب ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني غفار وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى بارك الله فيك ما شاء الله ذاهب يعطيك الصحة ويكوننا ونصبحنا شوية الحفظ ديما ركزوا خاصة الصورة الجديدة اللي ناخذوها نراجعوها ما نقعدوش جمعتين ولا ثلاثة ما نراجعوهاش تتفلت منا وكاننا لم نقرأها أبدا ردوا بالنا منها بارك الله فيك جيد شكون مازال تفضل ها دقيقتين هاي إن شاء الله لا ما شاء الله لي جيد اي نعم يا مرحبا واصل بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي ترضى هكاك قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري نعم ورجع موسى إلى قومه ربنا أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا هكا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي واصل قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا نعم ولقد قال لهم هارون قول يا قوم إنما فتنتم به وإنما إن ربكم الرحمن وإن عون وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري هكا ثمن ثلاث ثمن ولا مازال واصل قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى صحيح قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري نعم قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم
كيف؟ بارك الله فيك، بارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله كل خير، أحسن الله إليكم وشكر الله سعيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله الحصة القادمة عندكم سورة الرعد، سورة إبراهيم والحجر، حضروها مليح، هذا هو التكرار إن شاء الله. أخونا علي إن شاء الله الحصة القادمة، بارك الله سي وليد إن شاء الله، بقية كل، بارك الله فيكم، شكراً.